نتكلموا على ما رأيك في هذا اللي وقع في الفاف بين المكتب الفيدرالي، تراجع رئيس الفاف عمارة عن الاستقالة، الناس تقول في الكواليس ممكن راه حاب يقعد. 19 ماي كاين الجمعية العامة العادية، انت واش رأيك في هذا الحزعبلات اللي وقع في الفاف، وخاصة القبضة الحديدية بين المكتب الفيدرالي ورئيس الفاف عمارة؟ البعض يقول بان عوده شرف الدين عماره ربما مؤشر لاننا في امل للتاهل الى مونديال قطر، يعني البعض يفسر هذا بهذا الكلام على كل إذا جبنا يعني بكل التأهل مرحبا، إذا جبنا التأهل يقعد، هذا بوكو با. نخرجوا في مظاهرات، قال ابقى يا شرف الدين. أبقى. الله، شوف اخي هواري، شوف هو انا بالنسبه لي نكون صراحه يعني في الموضوع، انه هذا المكتب الفيدرالي ابان على ضعف كبير جدا في الحقيقه، وربما الظلم اللي تعرضت له الجزائر، تعرض له المنتخب الجزائري، هو بسبب ان هذا الاتحاديه كانت ضعيفه. يعني لا نطعن في الاشخاص، ليس من اخلاقي شخصيا انني نتهجم على الاشخاص، ولكن لابد ان نحلل بصوره منطقيه. نقول بان شرف الدين عماره ربما مسير ناجح جدا في شركات اخرى في كره القدم، اثبت انه يعني يحتاج ربما لسنوات اخرى حتى يتعود ويعرف كيف تسير افريقيا وكيف تسير كره القدم الافريقيه والكواليس اللي هي، وانت خبير في هذا المجال اخويا هواري من خلال تغطيتك للعدد الكبير من النهائيات الافريقيه. اعتقد بان افريقيا صعبه جدا على الصعيد التنظيمي والتسيير اذا ما عندكش كواليس ياكلوك، يعني خلينا نقولها بالعاميه، وبالتالي ربما احنا كنا ضعاف من هذا الجانب، وتم يعني خلونا يعني أسوأ حكمين يعني في تصفيات، حكم قسامة حكم على الصعيد الفني حكم ممتاز في الحقيقة، ولكنه يلقب بصاحب المهمات القذرة ومدرب أو حكم حيلي يعرف كيفاش يحقرك، وممكن ما تشعرش بذلك يعني بدون ما يخلي الآثار. ولو فيلسوف، أنه أنا في نعيط الفيلسوف. فيلسوف، نعم، ولو انه في إذا بليده تشفى في إذا تشفى الحقيقه. على الفيديو تاعي قبل المباراة يوم 15 يوم تكلمت عليه. صحيح، شفتك انه حكيت عليه انه فعلا تخوف كبير من قسامه، فيلسوف وهذا اللي صار للاسف. الاثبات المادي على انه تلاعب او قبض اشياء، للاسف حتى اللحظه اللي نتكلموا فيها ما فيش شيء اثبات، والامور صعبه في احنا في 2022 في الحقيقه، ولكن يبقى انه الثابت بانه ظلمنا بشهاده الجميع، وربما التظلم هذا اللي راهو ماشي حتى الان، لنقول 1% هذا قد يكبر فجاه، نبقى نتمسك فيه، انا شخصيا نبقى نتمسك في هذا 1%، ولو ان البعض يقول بان هناك دخلت في موضوع اخر انه بدنا نحضر الموضوع هذا الجانب خويا، راح الشكلي نقعدوا في الافا. والمضمون وكذا، اعتقد بان الملف ماشي في الطريق وتم قبوله من حيث الشكل والمضمون، طالما ان الفيفا لم ترفضه منذ الوهله الاولى. سنعود له، قلت بان المكتب الفيدرالي لابد ان يرحل، ولانه كان يضم مجموعه من الاعضاء غير متجانسين، اولهم عمار بهلول اللي استقال وهو مطلب الشارع الكروي الجزائري منذ سنوات منذ عهد زتشي. البقيه لابد ان ينسحبون، ولابد على الدوله الجزائريه، نقولها هكذا بامانه، ان تفسح المجال لاهل الكره، للناس انظاف، للناس بدون تدخل دوله، لانه عارفه انه تتدخل الفيفا سوف تكون في المرصاد، وبالتالي ان شاء الله يجوا ناس تاع كره يعرفوا الكواليس الافريقيه وعندهم الكفاءه اللازمه والقوه ايضا المعنويه اللي تخليهم اعطينا اسماء. والله الاسماء انا بعيد، لا اصبح عشرت، بعيد يعني تماما لا عن عشرتهم قاع. من وين انت؟ اكيد. بتفكرني في حال انت دخلت التلفزيون العمومي في التسعينيات، صح؟ نعم، انا ملي 95 كنت صغير اخي، كنت شغل في المراهقه، كنت نشوفك في التلفزيون. ملي كنت صحيح، عندي التلفزيون اوريجينال، ما طولتش في هذا التلفزيون كان في سنوات التسعينات هواري، نورمالمون. انا اشتغلت 6 سنوات في التلفزيون الجزائري وغادرت على كل، كراني الحمد كراني لله يعني اي سنه؟ غادرت 2001. وقتاش بديت؟ بديت في التسعينات مانيش غلط. قلت لك 95، 95 نهاية 95. انت عشت الجيل الذهبي تاع لامسيو تاع مولودي توران. وانا اول مباراة تعلقت عليها في كأس العرب مصابيح. اعطاها لي بن يوسف وعدي الله نذكره بالخير، في كأس العرب نظن 97 او في، علقت عليها مصابيح شيف هذاك وجداني الوقت. هذاك الوقت الدروقي. ما عندك، اعطيك الساعة ما عندناش حتى تشكيلة،
مولودية وهران فريق عريق جدا حقيقي بالمناسبة، معلومة طالما التتويج ذكرت. تاعهم في سوريا. بالضبط في سوريا، نعم. وكان عندنا توصلنا فقط الصورة، لا عندك تشكيلة ولا شيء، وكانت تعرف يعني فقط تشوف هذا زروقي، هذا كذا، هذا حدو مولاي. فالحمد لله هذه من بين أول المباريات اللي علقت عليها في التلفزيون الجزائري ذاك بقيادة عاشت لا جينيرال على سبيل المنقود، عاشت ليبوك تاع المرحوم تاع ديابي، عاشت هاوي. عمر كزا رحمة الله عليه، بالضبط، عاشت الحاج براوة، ديابي عاشت حكام. عندما، ما هي اللي عندك أسماء تنورنا بها؟ مجرد أسماء والله ماشي يا اخي مرشحين. مجرد اسماء. انا والله شوف يعني بدون ما عنديش تفكير بزاف، انا اقول بانه واحد كيما وليد صادي اللي خدم معاه وراوه واكتشف في افريقيا وعرف كيف تسير الامور والكواليس هناك، قد يكون مرشح جيد للمنصب، بشرط انه الشخص وحده ما يكفيش، تعرف في يعني لازم يكون مكتب فيدرالي قوي محنك باصحاب الخبره اللي فهموا كره القدم وبالتالي يدعموه، الشخص وحده عمره ما ينجح، فبالتالي هذا مجرد يعني اسم فقط يعني، واعتقد بانه شخص نظيف واثبت كفاءته في فاق سطيف ومع الحاج محمد راوراوه. البعض يتحدث عن جهيد زفزاف المانجير العام ايضا اذا القوانين تسمح له، ايضا اعتقد بان عنده ايضا استقالة، هو عنده استقالة. نعرف انت ادرى مني في الامور هذه، انا لاني اصبحت شويه بعيد يعني في الحقيقه على الكره الجزائريه، فالامور التنظيميه ما زال نتبع كل شيء في الاقسام الكرويه، ولكن على الصعيد التسيير ربما شويه تغيب لي بعض الامور، ولكن قلت اذا تسمح له القوانين زفزاف ايضا انسان صاحب كفاءه واثبت كفاءته على الصعيد عندنا فرصة ذهبية أخويا أبو طمين، في شهر مارس القادم العام القادم عندنا انتخابات جزئية على الكاف، انتخابات نعم. علاش جزئية، من والمنافس المباشر تاعنا المغربي ما عندوش الدروة يتنافس معنا، التونسي ما عندوش الدروة يتنافس معنا، المصري ما عندوش الدروة لأنهم عندهم العهدة تاعهم مازالت مش في تاريخ عام، غادي يديروا عهدة شغل منافسة انتخابات غير مع الليبي. مع الليبي، اذا ما فزتش على الليبي معناتها فرصة يعني ما ذهبية، زلنا ضعاف. نعم وحسب المصادر اللي عندنا يقولوا هذا المرشح الليبي عنده علاقة جد وطيدة مع رئيس الفاف الأسبق الوراوة، وقالوا في حالة أنت تقدمت أو درت مرشح تزكيه سنقدر ننسحب من الانتخابات، يخلي كما يقول لك الطريق مفتوح للمرشح الجزائري. ان هذه شاء الله. معلومات شوف موثوقة. موثقه، عودتنا وثقة للكاف مهمه جدا اذا اردنا ان لا نتعرض الى الظلم مستقبلا، هذا مهم جدا، ولا بد ان هذه السياسه اذا ما كانش هواري انا لازم نعرق الهواري، فيا اخي لماذا طالما اي جزائري عنده امكانيات وقادر يروح للكاف لماذا لا نساعده وندعمه ليكون في المنصب؟ للاسف سابقا كنا كل واحد يعني يقصي الاخر، وهذا شيء مؤلم جدا، والفاتوره الان يدفعها المنتخب الجزائري اللي كان يعني بالماضي دائما يحذر من التحكيم، وصح وصلنا في المطب هذا اللي كان دائما هو متخوف منه، وحتى تعرف انه صديقه اللي هو مدرب المنتخب السنغالي كان نصح جمال بالماضي قال له ما تكثرش الانتقادات علنيه، التحكيم سوف يحطوك يعني في راسهم ويعرضوك للمشاكل. الى تذكر ان بالماضي اصبح في الندوات الاخيره عندما يسالوه عن التحكيم يتجنب الحديث، هذا بنصيحه من اليو سي سي، هذه كمعلومه شخصيه اعرفها يعني. فبالتالي فعلا التحكيم في افريقيا للاسف ما زال يخضع للكولسه، ما زال يخضع للتكتلات، وبالتالي تطور كره القدم الافريقيه مرهون بالتطور في هذا المجال، وسوف نتحدث عن الفار. الفار اللي جاء باش يقضي على كل السلبيات بما فيها حكايه الامور الاخطاء التقديريه اخي هواري، لانه الحكايه هذه تاع الكل يقول لك اخطاء تقديريه، اصلا الفار جاء من اجل القضاء على الاخطاء التقديريه، اذا بوجود الفار وما زالت الاخطاء التقديريه فما فائده الفار اذا ليبقى وما يغلطش في 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 شيء واحد يعني مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وبعد ذلك يعني حتى الحكم يرفض الذهاب للتحقق من الفار ولو شكليا يعني، هذا اللي خلانا نزيد نشك ونتاكد بان قساما جا باش يذبحنا في البليده للاسف، ونفذ المهمه القادره تاعو.
نرجع ونقول بان انت طلبت مني اسماء، قلت يعني هكذا ما يحضرنيش الاسماء كثيره على كل، ولكن اكيد بان اسماء موجوده. المهم ما يكونش رئيس الرابطه حاليا مدوار، ما نظنش يصلح للفاف، يعني خلينا نقولها بكل صراحه. عندك 100% كاع. فبالتالي ان شاء الله اي شيء شخص ان شاء الله يكون ندعمه ونقفوا معاه، ويكون مكتب فيدرالي قوي، وندخلوا للمكتب التنفيذي للكاف، وبالعقل يعني بالتدريج ان شاء الله. الفرصه ما نراتوهاش بالضبط، اذا ضيعناها يعني لا نستحق الاحترام مستقبلا، خاصه اذا كانت الكولسه بيننا يعني كجزائريين. هذا يعرقل الثاني من اجل ما يكونش في الكاف، وهذا سيكون امر مؤلم. وان شاء الله نكون حفظنا الدرس للسنوات الاخيره، كيفاش لما غبنا كيفاش اصبحنا لقمه سهله وسائغه للحكام الافارقه اللي يفترسوا. فقط ليس المنتخب، ايضا حتى الانديه الجزائريه تتعرض للظلم كثيرا على الصعيد الافريقي. خويا هواري،